هذه الظروف الكل يلزمكم تجاوبوا عليها. شكرا لاختياركم نجمة فهم وشكرا لاختياركم زوم 73 على نجمة فهم العشرة ودقيقة بالضبط في صبحية اليوم الخميس 13 فيفري 2020. مختلف محطاتنا بعد شوية باش تكون بين المستير سوسة والمهدية. تسمعوا الاكتواليتي، تسمعوا الأخبار الجديدة والفرشكة معنا لليوم. التاكسيات والواجهات عندكم موعد معنا في زوم 73 اليوم باش نحكيوا على مشاكل الرخصة، التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي، وخاصة بعد المناظرة ونتائج المناظرة اللي خرجت لشهادة الكفاءة المهنية. شنية مصيرهم الناس اللي عديوا هذوما؟ طالما نقولوا أكثر من 98% من الناس اللي عديت نجحت، وقتاش باش ياخذوا الرخص نتاعهم؟ لي بروموسيون اللي تعديت الكل يمكن من 2009 حتى التوا، اسكو خذاو الرخص وبداو يخدموا على رواحهم والا لا؟ هذا الكل نجاوبوا عليه شويه اخر في زوم 73. قبل هذا باش نمشيو لليديتو نتاع زوم 73 توت سويت مع ريم تريكيشبيل. ايديتو ايديتو زوم 73. على سلامتكم. مجلس نواب الشعب شهد مشاحنات ومستوى خطاب متدني، كان ما نقولش حاجة أخرى. نائب، زوز، ثلاثة، أربعة وعشرة، الكلهم نفس اللهجة العنيفة، من نواب متاع اليسار للنواب متاع اليمين للوسطية المعتدلة. تسمع كان انت كذاب، انت بيك، انت عليك، وحاجات أخرين ما نجمش حتى نعاودهم، وأكيد انتوما ريتوهم وسمعتوهم. ومنو شهرها نسمعوا في مدونة سلوك وتعامل ميثاق باش يتم توقيعه، أما ما فما حتى شيء لتو. عليه ما فما حتى شيء؟ خاطر النواب عجبهم الديفولمون وتفريغ القلوب، وشيخين على فيديوهاتهم اللي تدور من باج لباج. تدني الخطاب يعني قلة احترام مش واقعة توانسة. الكلام العنيف ولا اخلاقي راهو عيب، والسب والشتم يعاقب عليه القانون، وبربي فكونا من راهو هذه صورة مصغرة من المجتمع. المجتمع راهو مازال يحشم الكبير، يحترم المرأة، يقدر الرجل، اللي تقولوا فيه ما هو الا صورة على رواحكم ومستوياتكم اللي ما تمثلش التوانسة. شوف يا سيد الرئيس، في ما يتعلق بسير الجلسة، سير الجلسة من فضلك سيد الرئيس، واحترام النظام الداخلي، حتى حد ما عنده سلطة عني. رئيس جاوبنا بالفصل، تحترمنا هنا دو هنا راهو هذه بس التشريعي، راهو راهو سلطة القانون هنا، راهو سير جاوب فينا بكلام نتاع انت ونتاع مدبية، جاوبنا بالقانون. الجلسة هذه غلطة وباطلة. شوف مانيش بس الصورة نتاعكم، رانا مجلس النواب هذايا. لو أن في مكتب المجلس هذا الموضوع لا يمكن اتفاق قرار مخالف القانون. موعد الجلسة أرجعت التسجيل. لا لا هي جزء جزء وجزء مش بلوزو موا، معناتها باهي بين قوسين متربي شويه، مش جزء خايب. خاطر خيرت اني ما نسمعكمش ليزيكسيل خايبين، انتم اكيد سمعتوهم وتعرفوهم، اما هذايا جزء من اللي قاعد يصير داخل مجلس نواب الشعب. للاسف الشديد انه الشيء هذا قاعد يتفرج عليه العالم الكل ريم، على خاطر الجلسات والمداولات هذه قاعده تتعدى اون ديريكت على الوطنيه الثانيه. العالم يتبع اليوم في الشان التونسي والشان السياسي التونسي، العالم يشوف في الحاجات هذه والمناوشات واللي قاعد يصير اليوم في مجلس النواب، ويسمع زيادة في الألفاظ ساعات اللي تتقال في تحت قبة المجلس. العالم ماهوش يتفرج، احنا كتوانسة من حقنا باش نسمعوا الخطاب راقي، باش نسمعوا لغة باهية، باش على قليلة مستوى الخطاب اللي يدخل لديارنا ومن سياسيين احنا انتخبناهم يكون يرضي على قليلة شوية ما التوانسة، باش ما نقولوش التوانسة الكل. ان شاء الله المستوى بالحق يطلع شوية، لخاطر فريمون ما تقوليش زاد انا ما نحبهاش هاك الكلمة نتاع مجالس العالم الكل يصير فيهم هكايا. مش على خاطر مجالس العالم الكل فيها الشيء هذايا دونك لازم احنا زاد يكون عندنا هكاك. ماذا بيا اذا كان معناتها حتى انا حسيتها اللي النواب من وقت اللي ولا لي باساج نتاعهم يتصوروا والبث يكون مباشر على الوطنيه اثنين، دونك ولاو يعملوا في استعراض عضلات، شكون يسيح اكثر، شكون الفيديو نتاعو يضرب اكثر، يقصوا عليهم البث كلهم يرجعوا ما يتكلموش، وهذا اذا كان حضروا بيان سيغ. العشره وخمسه دقائق، شكرا لي كريم، كانت هذه دخلتنا اليوم في زوم 73. تستناو معنا بقيه اخبارنا ومحطاتنا على نجمه فيم، وقعدوا معنا ما تبعدوش، زوم مكمله معكم المشوار حتى لنص نهار.